وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لما انقطع من الحديث في الحلقة الماضية عن حكم الاحتفال بما يسمى بعيد المولد النبوي، وقد جرت مناظرات ونقاشات على وسائل التواصل وكذلك وسائل الإعلام الأخرى، وجابوا مناظرة في قناة اسمها قناة الهلال بين واحد من أنصار السنة اسمه السادة صديق، صار السنة المركز العام، وواحد من شيوخ الصوفية اسمه دكتور عبد الرحمن مين ما أعرفه، والمناظرة طلعت تعادل درون، يعني طلع المستمع والمشاهد لا عارف المولد حرام ولا عارف المولد حلال. وممثل أنصار السنة هنا رغم بدعته ورغم عناده وحربه لدعوة التوحيد ودعاة التوحيد من خلال متابعتنا له في وسائل الإعلام التابعة لأنصار السنة والمساجد التابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية، زول ده بيجيبوه في أي حتة سات الصديق ده بينبزنا نحن، ما جيت اشتري فول من الدكان لقيته في الراديو بتاع أنصار السنة اسمها إذاعة شنو؟ المهم إذاعة حاجة كده، فقاعد ينبس فينا في الإذاعة. رحلت شرق النيل هنا الغار، الحزبين جابوه في المسجد محل أنا ساكن اتكلم فينا من المغرب للعشاء، لأنه بس رحلت أنا هناك وخليت زادو شرق النيل. مشينا هناك منطقة شمال أم درمان، ريف شمال أم درمان، عملنا محاضرتين ثلاثة، جابوه برضو يطعم فينا ويتكلم فينا. وهنا جابوه مع الصوفي الدلقان ده، طلعت المناظرة في حكم المولد تعادل درون، وتعادل دي عندهم هم، أما بالشريعة ده خزلان، خزلان للإسلام من هذا الأنصار سنة، لأنه الحق ما يقبل أن يكون، لا يقبل أن يكون متعادلا مع الباطل أيا كان نوع الباطل، لقول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فيدمغه، أصل الدمغ هو الشج في الرأس حتى يظهر منه الدماغ، ده الحق، حق قوي، ما في حاجة اسمه حق يتعادل مع باطل أو سنة تتعادل مع بدعة أو شرك وكفر بالله يتعادل مع التوحيد والإيمان الصحيح، لكن ده النموذج بتاع أنصار السنة. وأنا أقدر أعلق على ذلك قبل ما أواصل الكلام في حكم المولد، حكم المسألة الكلام بدأناه الحلقة الفاتحة، لأنه أنصار السنة نفسهم بيلعبوا على حبلين، حبلين لقوا كثير من المعونات اللي كانت بتجوم من برا، وكانوا ظانين كثير من المحسنين إنه أنصار السنة الليلة زي أنصار السنة زمان أول ما بدوا بنشروا في التوحيد، رغم إنه كان ليهم ما ليهم وعليهم ما عليهم، لكن أقل حاجة كانوا بينشروا في التوحيد، فبدت تتقطع هذه المعونات، وأنا أعلم هذا جيدا، فبقى يلعبوا على حبلين، بيجاي واحدين يقولوا المولد بدعة من أنصار السنة ذاته، بيجاي من قادة ورؤساء أنصار السنة يزكوا في المولد وفي الصوفية وفي الطواغيت الكبار بتاعنا الصوفية النجر المولد ذاته في السودان في البلد دي. واحد اسمه شمس المعارف البدري، نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام، جابوه في قناة الخرطوم الفضائية قبل
أربع يوم ولا خمسة يوم، المهم في الأسبوع الفات، في برنامج عن المولد، فقال نحن ندعو إخواننا الصوفية لإخراج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بصورة مشرفة أو كلمة بمعناها، تبا له وتبا لهم جميعا. أول حاجة الصوفية ما أخوان، المنهج بتاع الصوفية هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأنا أتكلم عن المنهج عشان ما يجيك بليد يقول لك دول كفروا الصوفية كلهم، كذاب كذاب. ونحن اللي قاعدين نناظر في مسألة العذر بالجهل، يا كذاب يا محتال، عرفته؟ ونثبت للناس إنه في عذر بالجهل. نحن بنتكلم عن المنهج الصوفي، وأنا أقسم بالله وأناظر أي أحد من عباد الله كائنا من كان، إنه المنهج الصوفي المنهج هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هو الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان وآلاف الأدلة، إنه ده الكفر ذاته الما وقع فيه حتى أبو جهل وأبو لهب رغم كفرهم وشركهم بالله، كفر كبير جدا المنهج بتاع التصوف ده. إذا كان محمد عثمان المرغني يقول أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، وربنا يقول الرحمن على العرش استوى، وربنا سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فالمجرم ده يقول أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. أمسك القادرية، ودي الكتب قاعدة قدامي، أمسك القادرية ذاك يقول أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي. البرهاني يقول أجود على أمي لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعد رحمتي، جبريل ميكال إسراف عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده كفر ولا لا؟ ده كله كفر ولا لا؟ ده الكفر البواح ذاته. فالمنهج الصوفي هو منهج الكفر بالله، عشان ما جاء عبد الحي يوسف يقول لك والله الجماعة ديل اللي قالوا كذي ديل ما بيمثلوا التصوف الحق، ما في تصوف حق يا عبد الحي يوسف، يا منهجك عاطل يا مبتدع يا طال، ما في تصوف حق، التصوف كله باطل. وإلا نسألك سؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفيا؟ هل كان أبو بكر صوفيا؟ هل كان عمر؟ هل كان عثمان؟ هل كان علي رضي الله عنهم أحد منهم كان صوفيا؟ لا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالتصوف كل ضلال وكل باطل، لأنه ما جاء في كتاب الله ولا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية اللي قالها شمس المعارف البدري نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، قال ندعوهم الصوفية لإخراج المولد بصورة مشرفة، والمولد بدعة منكرة لا جاءت في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا أحد من هؤلاء العلماء والأئمة الكبار. أما ما ورد عن بعضهم فباطل مردود، لأنه ما عليه دليل. الصوفية يقول لك لا، يقول لك طيب ما في دليل ينهى عن المولد، في آلاف الأدلة. واحد في صحيح البخاري من رواية عائشة ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمر الدين يعني والإسلام، ما ليس منه فهو رد، رد يعني مردود على صحبه، يعني باطل وغير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. نسألهم أنصار السنة والصوفية كلهم، هل النبي عليه الصلاة والسلام هل
المولد والاحتفال به ده هل كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال أيوة نقول أجيب الدليل، لو قال لا فالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بد يقول لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا يعني أمر ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. العلماء قالوا هو رد يعني باطل ومردود على صحبه وغير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فده يجي يقول كده، يقول ندعوهم لإخراج المورد بصورة مشرفة. وبهناك نائب رئيسا صار السنة الإصلاح جناح الشيخ أبو زيد نائب الرئيس العام اسمه دكتور محمد الأمين إسماعيل مال الإذاعات والتلفزيونات والفضائيات مالها بعمته ولا بالشال الصوفية الأخضر يجيبوه. آخر تقليعة جاب الودة، آخر تقليعة آخر تقليعة، وأنا كنت متوقع بل متوقع أكثر من ذلك إن لم يتب، لأنه سلف الصالح قال قالوا من أظهر بدعة فاعلم أن ما يخفيه أكثر مما أظهره. يعني الأزهر الدكتور محمد الأمين إسماعيل نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، الأزهر من البدع والخرافات والضلالات دي ده أقل من البدع اللي بيخفيها في قلبه. ده كلام السلف ما كلامي أنا، لكن كده أمسك الأزهر بس خليه الأخفاو، أمسك الأزهر آخر تقليعة شافوها العالم كله شافها بعينه، جابوه في برنامج احتفال بالمولد في قناة السودان الأولى القناة الرئيسية قناة بتاعت السودان ذاته احتفالا بالمولد البرنامج، جابوه ومعاه صوفية قاعدين يمدحوا وهو قاعد يحضر ويتوطح يتوطح مع المديح. يا ناس انتوا داني دايرين أكتر من ده شنو؟ يا جماهير أنصار السنة دايرين أدلة على ضلال منهج وجماعة أنصار السنة وعلماء وشيوخ ورؤساء وأمراء أنصار السنة أكثر من ده شنو؟ أنتوا دارين شنو؟ يمشوا الكنيسة؟ أنتوا دارين شنو؟ الكنيسة مشوها قبل كده ولا ما مشوها؟ مشوها. القبة يمشوا القباب؟ مشوا القباب. محمد عبد الكريم الهد الله يهده والله يهد حيله، ده كان وزير شالوا برا لما وزير ما تكلمنا فيه، لما ندوش اللوت لقانا قاعدين ضقلنا به ودنا شلوت تاني قاعدين له برا. لما كان وزير قالوا له ما رأيك في زيارة القباب والأضرحة؟ قال أنا لا أمانع في زيارة القباب والأضرحة مع السياح، وعمل يدينه كده يبقى كنيسة مشوا القباب والأضرحة جوزوا زيارته. شفت كيف؟ آخر حاجة ده جابه محتفل بالمولد ومدح. يا اخي العلماء قالوا لو في اليوم ده احتفلت بقراية السيرة النبوية الصحيحة انت مبتدع وضال، فما بالك مديح تاع صوفية احتفالا بالمولد في برنامج تلفزيوني في القناة بتاعت السودان الأولى ويتوطح في المديح عشان ما جاء انصار سنة مجرم يقول لك والله كان داري ينكر. لا هو كان بيتوطح، انت ما شفته؟ شفتوه ولا ما شفتوه؟ ايوه كان بيتطاطح في المديح، والمداح قال له جزاك الله خير شكرا لك. ده هو ذاته محمد الامين اسماعيل يا جماعه، ده ما زول تحت في الجماعه، ده نائب الرئيس العام، والرئيس العام ذاك حدث عنه ولا حرك، ذاك بيرى جواز الخروج على الحكام وجواز المظاهرات والربيع العربي، ذاك منتهي كلكم متوك مره واحده. يا انصار السنه انتوا دايرين شنو تاني؟ أنا ما عارف أنتم منتظرين شنو؟ في شنو؟ هل ده الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله منهج أنصار السنة الليلة بشقينه، إصلاح مركز عام صفوجية جمعية كتاب وسنة جناح مين الحبوب جناح الثاني ذاك اسمه منو؟ صلاح اللمين. المنهج ده باطل كله، ما منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كل الجماعات الخمسة دي اللي كانت جماعة واحدة والليلة بقت خمسة ولا سبعة منهجهم ده باطل، ما منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أفهموا الكلام ده؟ ودي رسالة لها التلفزيون، أنت ما ممكن تجيب لك صوفي يناظر له واحد زيه دلقان زيه وتقول ده يمثل التيار السلفي. أول حاجة السلفية ما تيار،
السلفية منهج، السلفية ما حزب، السلفية منهج، السلفية ما تنظيم سياسي، السلفية منهج نزل من السماء بنتحدى به. ونحن الصوفية كلهم والتجانية كلهم والسمانية كلهم والقادرية والختمية والركينية وأنصار السنة بجاي وبيغادي والأخوان المسلمين بجميع أجنحتهم اللي اتقسمت وحزب الأمة وكلهم بنتحداهم بالمنهج ده. فناس التلفزيون برضو ما يكونوا محتالين، قناة شنو ما عارفه وقناة شنو اس 24 ومين النيل وغيره، يجيب واحد صوفي ويجيب واحد قريب له يقول لهم يتناظروا فيظهروا انه المباراة على التعادل. ودي ضربة للسنة يا جماعة، ده ضربة للدين، دي ضربة للدين. انت اصلا لو فيك فايدة بتاع قناة فلان وقناة علان جيب واحد من الصوفية ما عندنا مانع، وجيب واحد من اهل السنة الحقيقيين عشان تشوف الجغم كيف. اي واحد من اهل السنة اللي عندهم علم في هذه المسائل جيبه، لكن ما تجيب زول صوفي وزول بأيد التصوف، ما تجيب زول صوفي وتجيب واحد من انصار السنة اللي بيقولوا الصوفية اخواننا، اللي بيقولوا انه الصوفية علمونا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده احتيال. وده ما بمثلوا السنة، ده اللي بيمثلوا نفسهم ولا بيمثلوا الدين الصحيح، ده اللي بيمثلوا الجماعة الحزبية السياسية بتاعتهم جماعة انصار السنة المحمدية، ما بيمثلوا الاسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما حكم المسألة واضح، واضح جدا. نحن بنسأل الصوفية واي زول داير يحتفل، صوفي اخو مسلم محمد الامين اسماعيل غيره، بنسأله سؤال، المولد ده خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ اذا قال شر فقد افتى نفسه بنفسه انه شر والشر حرام. الخير، الخير ده علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول جاهل بالخير؟ ما الصحابة قالوا زي ما قال سلمان أو غيره من الصحابة، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا خيرا يقربنا إلى الله إلا حثنا ودلنا عليه، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا شرا يبعدنا من الله إلا وحذرنا منه. طيب يا صوفي الاحتفال بالمولد ده، ده الحاصل ده خير ولا شر؟ قال خير، قال خير. الخير ده الرسول علمه ولا جهله؟ إذا قلت جاهل به أنت كافر يا صوفي. إذا قلت علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير بلغه ولا كتمه؟ وين البلاغ؟ وين إنه كان في مولد دي الطريقة بتاعت أبو بكر البكرية، دي طريقة عمر العمرية، ودي طريقة أبو هريرة الهريرية، والخيم ورابطين نصهم ومحزمين والنوبات والنسوان قعدات عواليك بزغرة، شفتها كيف؟ ومتبرجات وحالة ومولد ذات وعملوها بطريقة عجيبة، ما شفتها؟ بقي يسموها بأسماء الفنانات، أنا ما قصدي دي الحلاوتين اللي فوق بعض، لا، أنا قصدي بقي يسموها بأسماء الفنانات، حلاوة مولد سموها كده نانسي كذا، حلاوة مولد فلانة كذا، وجايبين الفنان قال فرفور في خيمة الطريقة البرهانية، لأنه الزباين قال له، الزباين قال له، جايبين قال يحييه الفنان، مين فرفور؟ في خيمة الطريقة البرهانية. يا ناس ده دين؟ هل هذا دين؟ والله إذا ما عنده أي علاقة بالدين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن الصوفية لأنه الموالد دي بتدخل لهم قروش وبتجيب لهم دخل وربما تجيب لهم بعض الجهلة، الجهلة البطلة يسجلوه معاهم في الطرق التجانية، يسجلوا والسمانية يسجلوا والشنو القادرية يسجلوا، فعشان كده بيدافعوا عنه باستماتة وبيجيبوا أدلة ما عندها علاقة. يقول لك أبو جهل احتفل، ما أصلا أنت شبه أبو جهل يا صوفي، أنت ما بتشبه أبو جهل، أصلا أنت شبهك. نحن قلنا لك الرسول احتفل ولا لا؟ تقول لنا لا، أبو جهل احتفل؟ الرسول احتفل ولا لا؟ ده السؤال هنا، ده الموضوع هنا. أبو جهل احتفل، قلب هوبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، خالف منو؟ المشركين، ده حديث صحيح في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. انت تشغال بشغل ابو جهل، بعدين ابو ولا ابو لهب، وابو لهب بعدين ابو لهب ذاته قال رؤيا في المنام انه قال ذبح لي، قال اعتق ثويبة وما عارف فعل وما فعل، قال فرؤيا في المنام ابو لهب انه خفف عنه العذاب كل يوم اثنين من صباحه، ده بيطلع مويه قال بنصها وفي نار جهنم،
من الذي رأى ومن هو المرئي؟ الذي رأى مجهول. الحلم في النوم، رأى يعني حلم، الحلم في النوم ده منو؟ من رجال البخاري؟ ده مجهول. فكيف نقبل رواية مجهول؟ ده واحد. اثنين، المرئي منو؟ المرئي أبو لهب. أبو لهب ده شنو؟ أبو لهب ده ربنا قال عنه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ده المرئي. العلماء قالوا الدين الإسلامي لا يؤخذ من الرؤى والمنامات إلا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صحح الألباني عن ابن عباس قال رؤيا الأنبياء وحي من الله. ديل الأنبياء، نبينا وباقي الأنبياء، ده وحي من الله سبحانه وتعالى. لكن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه ما حجة في الشريعة، ما دليل يعني، ما دليل لا من كتاب لا من سنة، إلا الأنبياء. دل المسلمين، دل الصحابة، الرؤيا والأحلام بتاعتهم ما لم تصدق وتوافق بالوحي ما حجة في الدين، لأنه قالوا ذو رؤيا. إلا الأنبياء بس رؤياهم حجة. تجي تقول لي أبو لهب رؤيا في النوم ودار تجعل دين أبو لهب ده شنو يا صوفي؟ أبو لهب ده مشرك كافر، كافر. عرفتها؟ تاخذ بكلامه دار تطبق بالدين؟ ده إن صحت الرواية ذات الإسناد عنه. بعض العلماء طعنوا فيها قالوا ضعيفة. ده موضوع، موضوع منتهي. الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله ما فيها مولد. نكرر ثاني، ما فيها مولد. الآية دي ربنا نزلها على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة، الصحابة علموها للتابعين، التابعين علموها لتابع التابعين، والأئمة الأربعة كلهم علموها، وما في واحد لا النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحابة اللي علمهم، لا التابعين اللي علموهم الصحابة، لا تابع التابعين، لا واحد من الأئمة الأربعة، ما في واحد احتفل بالمولد والآية دي كلهم حافظينها، لأنه ما معنات المولد، وما حتلقى تفسير في الدنيا في الكرة الأرضية دي من التفاسير المعتمدة الصحيحة قال الآية دي معناتها مولد. خلاصة ما يجيبوه فيها يقول لك رحمة الله في الآية هو محمد. طيب ماله؟ ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرسل والأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق كما رجح ابن تيمية في الاستغاثة في الرد على البكري وغيره. هل ده كله معناته في مولد؟ ما عنده علاقة بالمولد، أفهم يا صوفية؟ الكلام ده ما عنده علاقة بالمولد أبدا. أما ما ينقله عن السيوطي أو غيره رحمه الله يقول لك لا، البدعة خمسة أنواع، في بدعة حسنة، ده كلام منو؟ الله؟ لا. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. كلام واحد من الصحابة؟ لا. ده كلام منو؟ الصوفية قالوا ده كلام السيوطي أو غيره من العلماء. طيب ما في مشكلة. الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أها النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو في المسألة دي؟ هل في بدعة حسنة؟ نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من رواية جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة. العلماء علماء اللغة قالوا كل مش من ألفاظ العموم بس، هي من أقوى ألفاظ العموم. الصوفية قالوا لا، كل دي أحيانا بتخرج عن العموم، عارفينه الكلام عارفينه، لكن ما بتخرج عن عمومها القوي إلا بقرينة بدليل. والآية اللي بيجيبوها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هنا في دليل طلع كل من العموم إلا مساكنهم، إلا في دليل. الآية الثانية اللي بعديها دي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وده ذاته دليلنا نحن مش دليل الصوفية، إنه كل من أقوى ألفاظ العموم. كيف؟ لأنه ربنا قال تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعها طوال الآية قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ربنا جاب لنا الدليل إنه كل عامة لكن استثنيت بشنو يا جماعة؟ بباقي الآية بالدليل.
بالدليل. فكون كل احتاجت إلى الدليل وإلى إلا الاستثنائية معناته كل ما بتخرج من عمومها إلا بالاستثناء، فده دليل لنا ما دليل لهم. عرفت كلامي؟ الحديث فإن كل بدعة ضلالة، جيبوا استثناء. نتحدى أي صوفي، أي صوفي، خنجر كنجر بنجر، كلهم جيبوا لنا دليل إنه الشغلة دي أكل هنا دي طلعت من عمومها. دليل دليل ده عرفت دليل يعني شنو؟ آية أو حديث. الدليل ما قال السيوطي، الدليل قال الله وقال رسول الله. دي الأدلة، جيب جيب ما بتلقى. فهم الصحابة للآية للحديث ده، للحديث ده حديث جابر، قال عبد الله بن عمر فيما روى ابن بطة في كتابه الإبانة وصحح الإسناد الألباني في أحكام الجنائز وبدعها، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. نقل ابن حزم في المحلى عن الإمام مالك رحمهم الله أنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الصوفية بيقول إحنا مالكية، لكن لمن يلقوا مالك يخالفهم فيما هو معه الحق، يخالفوا مالك في المولد وفي غيره في العقيدة كلها بيخالفوا مالك. يقول لك: أنا سوء تجاني الطريقة، ما حصل الكلام ده، وأشعري العقيدة ومالكي المذهب. مالك ده ما كان عنده عقيدة؟ ما كان بيعتقد في الله أي حاجة، لا صح لا غلط، عشان تقول لي أشعري العقيدة وتترك الإمام مالك في عقيدته الصحيحة التي اتفقت عليها الأمة؟ عشان تجيب الصوفية بياخدوا الشيء اللي بيوافق هواهم، ما الشيء اللي عليه والدين الصحيح. فدل أصحاب أهواء، ربنا قال: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالصوفية على ضلال، وأنصار السنة كلهم المنهج بتاعهم ده تشت على ضلال، كمنهج الجماعات الخمسة دي على ضلال وعلى باطل. والنازل مما باروا السياسة فكوا الشغلانة وفكوا المنهج الصحيح طمعا في الكراسي وطمعا في السياسة وطمعا في الدنيا. عشان كده يومي جايبين لنا كفوة جديدة وبلوة جديدة في هذا الدين، والواجب نرد عليهم جميعا. عشان ما يجي زول يقول لي: لا كان تتكلم في ديل براو، مش اخواننا. في ناس بيجوك لعبة وسط كده يلاقونا في الشوارع في المواصلات العامة يقول لك: كلامك في الصوفية سمح، لكن بس ديل ما كان تابشهم، ديل ما مع الصوفية بيعيدوا الصوفية، الصوفية بيلعبوا في الملعب وفي المدرجات. أنصار السنة بيصفقوا للصوفية، جيب جون جيب جون، صار السنة فوق في المدرجات، كيف ما نشوط ديل ونشوط الفوق كله مشاء. أيوة فهم الكلام ده كويس. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.